السلام عليكم يا باشمهندسين. دي حوائط الخزان، الأشياء اللي حضرتك شايفينها دي الأشياء بتاعتها. طبعا الراجل هنا كان مقطعها زي ما حضرتك شايفين. طيب الجنب ده كده خلاص خلص بالنسبة للأشياء. لما نيجي نبص هنا عامل حاجة لطيفة جدا، إن هو حاطط إشارة مثلا كل 2 متر كده، ومثبت البرندات فوق. أدي البرندات اللي موجودة ديت، يبدأ ياخد الأشياء اللي تحت اللي هو الراجل موزعها له. لاحظوا كده، ادي الأشياء كل واحدة من دول هو موزعها، نفس عدد الأشياء بتاعة الحوائط، نفس عدد الأشياء بتاعة اللبش بس. ويبدأ يربطهم. لاحظ هنا ان الرجال اهم شغالين. ادي التربيط بتاعهم. السلام عليكم يا باشمهندسين. دلوقتي بالنسبة لنا، بالنسبة للخزان ده والأشياء اللي موجودة والحوائط اللي انت شايفينها دي، طبعا أول حاجة شايفين الأشياء طولها واحد، الارتفاع بتاع الأشياء ارتفاع واحد، دي نقطة مهمة. البرندات طبعا احنا لسه دلوقتي مش هنعمل برندات ولا حاجة، لأن الشغل هتبقى لسه بعد ما نصب اللبشة إن شاء الله. بس عايزك تخلي بالك إن لازم الحيطة تمشي على خيط واحد، يعني لازم الحيطة تبقى ماشية على خط مستقيم. هو هنا عنده نقط مساحية اللي موجودة هنا، اللي هي اللي منزلها له المساح، النقطة ديت تمام، النقطة اللي هناك دي حضرتك شايفها. المفروض ان انا بشد منها خيط، وببدأ اخد 5 سنتي الكفر الخرساني بتاعي للكلام ده كله عشان اظبط الحيطة. هفضل ماشي كده اقيس 5 سنتي تمام، اللي هو الغطاء الخرساني بتاع النقط المسيحية اللي موجودة ديت، وابدأ اشتغل. طب يبقى لازم في النهاية خالص لازم استلم الحيطة دي كلها على خيط واحد، فلازم كل ده يعني حضرتك تبدأ تستلمه على خيط وانت شغال. وطبعا دي وظيفة النجار في الأصل، إن هو بيبدأ يديلهم النقط بتاعته والخيط عشان يقدر يديلهم الشغل بتاعهم يطلع مظبوط. بس النقطة دي كانت مهمة جدا تمام. الكلبسات دي هنبدأ نتكلم عنها لما نيجي نعمل الحوائط فوق بإذن الله، وهنتكلم عن البراندات برضو من فوق. فالسيخ اللي موجود ده دلوقتي سيخ مؤقت بس يربط عليه، بعد الصب كل ده هيتشال ويبدأ يتعمل براندات من الأول خالص. السلام عليكم.